فر آلاف الهنود من ديارهم مع اتساع نطاق المعارك بين الهند وباكستان على الحدود الممتدة بينهما 200 كيلومتر في منطقة كشمير المتنازع عليها. وقال مسؤول في منطقة جامو إن نحو 6000 مدني فروا من المنطقة التي تسيطر عليها الهند في كشمير في ساعات متأخرة من ليل الاثنين مع امتداد القتال إلى مناطق مدنية، وغادر نحو 4000 منازلهم بعد بدء القتال الأسبوع الماضي. وقال سكان في قرية شربورة إن الأوضاع شبيهة بالحرب، متهمين القوات الباكستانية باستخدام أسلحة بعيدة المدى، وأضافوا أن هذه أول مرة يشهد فيها مثل هذا القصف الشديد. وقال مسؤول في قوات أمن الحدود الهندية إن القوات الهندية والباكستانية تبادلت إطلاق النار والقصف عبر مناطق من الحدود يوم الثلاثاء. وكانت وزارة الدفاع الباكستانية قد اتهمت الهند يوم الأحد بدفعها إلى مواجهات عبر البدء في إطلاق نار غير مبررة على الحدود الدولية. وجاء تصاعد العنف قبل أيام معدودة من زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للهند، ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي باراك أوباما الهند أيضا في وقت لاحق من الشهر الحالي. وتصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين منذ ألغى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي محادثات سلام بينهما في أغسطس الماضي، وتندلع بين الحين والآخر جولات قصف عنيفة عبر الحدود منذ أكتوبر، وقتل على الأقل 10 جنود ومدنيين من الهند وباكستان في معارك دارت على مدى الأسبوع المنصرم. رحاب علاء، رويترز.